تعرف على l'information génétique, la première chose à savoir, la première chose, سبب معايا الله يرضي عليك, هو اللوكاليزاسيون ديالها. لوكاليزاسيون دو لانفورماسيون جينيتيك. راه غنديرو داكشي بيان بيان ريزومي, راه داكشي الريزومي ديال الريزومي. اول حاجه لوكاليزاسيون دو لانفورماسيون جينيتيك, لوكاليزاسيون دو لانفورماسيون جينيتيك, سبب معايا مزيان, لوكاليزاسيون دو لانفورماسيون جينيتيك. واخا فين كاينه مسخوط لوالدينا دو لانفورماسيون جينيتيك, ما نمشيش بعيد بزاف. واخا عندي لا سيلول, تبع معايا مزيان وحل معايا ودنيك. عندي لا سيلول ياك, هادي هي لا سيلول ياك, فيها اون مومبران بلازميك وفيها ان نوايو. واخا هادي شنو هادي؟ هادي سي لا مومبران بلازميك. مومبران, تبع معايا مزيان, مومبران بلازميك ياك. وهذا اشنو؟ هذا سي ان سيتوبلازم. سيتوبلازم وهذا اشنو؟ هذا شنو؟ هذا سي ان نوايو الوليدات. هذا هو لو نوايو, هو اللي كيهمنا في هذا الكور, لو نوايو الوليدات. واخا هذا سي لو نوايو. هذا النوايو هذا اشنو كنلقاو فيه؟ تبع معايا مزيان, غنلقاو فيه دو شوز اسونسييل ا سافوار. دونك النوايو, تبع معايا مزيان في النوايو. دابا النوايو اي كونستيتيو دو اون مومبران. اون مومبران كي دايره؟ مومبران نوكليير. اون مومبران نوكليير, غشاء نووي. دونك النوايو اشني اشنو فيه؟ في واحد الغشاء ديالو سميتو مومبران نوكليير. واخا الوليدات شنو عندي فيه اخر نوايو؟ عندي فيه ان نوكليول. عندي فيه نوكليول. نوكليول هو هاد اللعيبه اللي درتها بالاحمر, نوكليول. ما غتعرفوش عليه بزاف د الحوايج. المهم غنعطيكم انفورماسيون صغيرة عليه. النوكليول لو رول ديالو هو كيصايب لي ريبوزوم. لو نوكليول سون رول اسونسييل سي لا سانتيز دي ريبوزوم. نتوما ا فوتر نيفو, المهم كاينه شويه في كادر ديفيرونس مي ماشي مهمه. اللي كيهمنا حنا هو داك اللي درت بالكحل. سي كوا هذاك الشيء اللي درت بالكحل؟ دابا المهم بدا لا كروماتين. لا كروماتين الوليدات عقلوا عليها مزيان. هاد لا كروماتين هي كلشي. هاد مسخوط الوالدين هي كلشي. لا كروماتين, ركز معايا. دونك النوايو فيه لا كروماتين. ومال هاد الكروماتين مالها؟ نركزوا عليها. علاش؟ حيت هاد الكروماتين مكونه من جوج الحوايج مهمه بزاف الوليدات. هاد الكروماتين شنو فيها؟ فيها جوج الحوايج. فيها دي بروتيين نوكليير. فيها واحد لي بروتيين, بروتيين نوكليير. واخا فيها دي بروتيين نوكليير لي سميتهم اشنو؟ شنو سميتهم هاد لي بروتيين نوكليير؟ سميتهم لي زيستون. سميتهم لي زيستون. من بعد غنشوفو شنو هما هاد لي زيستون. المهم سو سون دي بروتيين نوكليير. صافي زيد اشنو عندي اخر؟ يلا بالزربه الوداد دغيا نساليو هاد الكور هذا ابو الضحك. بروتيين نوكليير بلوس فيه اشنو اخر؟ فيه لا دي ان. فيه لا دي ان. دونك لا كروماتين ها هي لا كروماتين هي اللي كاينه في النوايو. اشنو فيها هاد الكروماتين؟ فيها دي بروتيين نوكليير بلوس لا دي ان. بلاتي نديزاكتيفي لي كومونتير الوداد. فوالا دابا مزيان. دونك لا كروماتين شنو فيها؟ فيها لي بروتيين نوكليير بلوس لا دي ان. صافي بالزربه انفورماسيون على هاد لي بروتيين نوكليير باش نتخصصوا في هاد لا دي ان, باش نبقاو داويين على لا دي ان هو اللي كيهمنا. دونك شنو هما لي بروتيين نوكليير الوليدات؟ شنو هما لي بروتيين نوكليير؟ دونك بور لي بروتيين نوكليير, تبع معايا مزيان وحل معايا وديناتك. بور لي بروتيين نوكليير, لي بروتيين نوكليير اللي هما شنو؟ لي زيستون. اللي هما لي زيستون اشنو الدور ديال هاد لي زيستون هادو؟ ايستون. هاد لي زيستون الوليدات هما اللي كيحولوا ليا لا كروماتين. سمعني مزيان الله يرضي عليك, كيحولوا ليا لا كروماتين. لا كروماتين تبع معايا مزيان وحل معايا وديناتك. كيحولوا لا كروماتين لاياش؟ كيحولوها اون كروموزوم. كيحولوها اون كروموزوم. واخا سي كوا لا ديفيرونس؟ سي كو لا كروماتين دايره بحال هكايا كاع ما كوندونسي مرخيه, الوغ كو لي كروموزوم كيتكون الكروماتين كتكوندونسي بزاف وكتعطيني دي كروموزوم دايرين بحال هكا. يعني اشنو طرا من هنا لهنا باش الكروماتين تحولات لي كروموزوم؟ اشنو طرا؟ طرات ليا اون كوندونساسيون. طرات ليا اون كوندونساسيون, تكتف. واخا هاد الماده الوراثيه اللي هي لا كروماتين طرات ليها اون كوندونساسيون باغ لي زيستون, هما اللي داروا الخدمه وحولوها لكروموزوم. دونك حنا عرفنا الدور ديال لي زيستون. صافي
هاد ليزيستون كيفاش كيكونوا في الادين؟ لا كروماتين ها كيفاش دايره؟ لا كروماتين غادي تلقاها دايره بحالك مثلا، وغتلقى فيها ليزيستون، غتلقى فيها ليزيستون دايرين بحالك. شنو هذا؟ هذا اشنو هذا؟ هذا شنو؟ هذا سيت ان نوكليو فيلامون. قال لي مزيان، نوكليو، نوكليو فيلامون واخا. وهادو اشنو؟ هادو، هادو هما ليزيستون. وهادشي كامل استون بلس كروماتين، هذا هو استون بلس نيكليو فيلامون، هو شنو؟ هو لا كروماتين، هو لا كروماتين. هذاك الشيء علاش قلنا لا كروماتين. دونك لا كروماتين اي كونستيتيو دو بروتين نوكليير بلس لا دي ان. دونك ها لا دي ان هو النيكليو فيلامون، لا دي ان، وها ليزيستون. وقلنا الدور ديالهم هاد ليزيستون هما كيجمعوا ليا، كيجمعوا ليا اشنو؟ كيجمعوا ليا لا كروماتين باش كيحولها اون كروموزوم، لا كوندونساسيون كنسميوها. يلا الوليدات دابا غنمشيو لايات، غنمشيو نشوفوا لا دايان الوليدات. خذوا واحد سكرين بالزربه بالزربه، راه غنمحي هادشي. خذوا سكرين، الله يرضي عليكم، خذوا سكرين، خذوا سكرين، سكرينيو هادشي. يلا جو في افاسي. هذا راه هو الخريطه الطوبوغرافيه ديالك، ديال الجينيتيك. عندي هنا، عندي هنا، عندي هنا اتسيتيرا. يلا on va passer دابا ليش غنمشيو نشوفو داك الادين. دونك عرفنا لوكاليزاسيون د لافورماسيون جينيتيك فين كاينه، راه كاينه في النوايو. دونك فين كاينه؟ كاينه في النوايو، بلا دوك لي زيكسبيريونس وديك الروينه الكحله. داكشي ما عندكم ما ديرو بيه، تبع معايا مزيان. خصك تعرف الكور، كور شنو فيه. دونك لي زيكسبيريونس اللي كيداروا راه غير باش انهم وصلوا لهاد لي زانفورماسيون هادي. دونك انت ما عندكلاش بقا تعاود فيهم، الا فهمتي الكور راه صافي، ضبطتي كلشي. تبع معايا مزيان اشنو غنشوفوا الوليدات دابا، اشنو غادي نشوفوا؟ ركز معايا مزيان. اون فافوار لادين، غنشوفوا اشنو لا كومبوزيسيون شيميك، لا كومبوزيسيون او لا ناتور، لا ناتور شيميك، لا ناتور شيميك، الطبيعه الكيميائيه، لا ناتور شيميك دو لادين، لا ناتور شيميك دو لادين. غنشوفو شيميكمون لادين مناش مكمل، مناش مكون لا كومبوزيسيون ديالو. تبع معايا مزيان، لادين مكون من تخوا شوز اسونسييل. ديما غنبقاو نديرو هاد اللمات هادو زوينين كيعجبوني، كنحط بيهم الغيزومي ديال الغيزومي. دونك لادين مكون من ثلاثة الحوايج شيميكمون، اي كونستيتيو دو تخوا شوز، تخوا كومبوزي، تخوا موليكول. الأولى هي ان سكر، مكون من سكر، ان سكر. مال هاد لو سكر؟ فيه 5 اتوم دو كربون، 5 سي، فيه 5 اتوم دو كربون، مكون من واحد السكر خماسي الكربون، سكر ا 5 اتوم دو كربون، اللي سميتو ريبوز. مي غير هو ناقصو واحد الاكسجين، سميتو هو شنو؟ سميتو الريبوز. هاد السكر هذا سميتو الريبوز، غير هو ناقصو واحد الاكسجين كنسميوه ديزوكسي ريبوز، ديزوكسي ريبوز، صافي؟ يعني ناقصو اكسجين، صافي الوليدات؟ ناقصو اكسجين، صافي فاهمين؟ اللي هو سي 5، عندو فورميل سي 5 اش 10 وناقصو اوكسيجين، ماشي او 5 او 4. نورمالمون كان خصو يكون او 5 ناقصو الاوكسيجين، عندو غير او 4 مشى ليه واحد. مناش مكون اخر، نتوما ما تعقلوش على هاد الروينه كامله، عقلو على السكر، مكون من السكر اولا ديزوكسيريبوز. اشنو اخر مكون منو؟ لادين، لادين مكون ليا من دي باز ازوتي، باز، دي باز ازوتي، واخا دي باز ازوتي اللي هما شحال؟ ربعة الانواع، عندي الأ، عندي تي، عندي سي، وعندي جي. واخا الأ شنو كتعني؟ كتعني ادينين، ادينين. واخا تي شنو كتعني؟ كتعني تيمين، تيمين. سي شنو كتعني؟ كتعني سيتوزين. واخا وجي شنو كتعني؟ غوانين. انا حيت عليا لي باز ازوتي، ا تي سي جي، ادينين، تيمين، سيتوزين، غوانين. الحاجه الثالثه اللي كيتكون منها لادين هو لاسيد فوسفوريك، اسيد فوسفوريك، اسيد فوسفوريك. هادو هما لي تخوا كومبوزي دو لادين الوليدات، هادو هما لي تخوا كومبوزي دو لادين، كاين لو سكر، كاين لا باز ازوتي، وكاين لاسيد فوسفوريك. صافي الوليدات، تبع معايا مزيان. دونك هادو هما لي تخوا كونستيتيون دو لادين، سكر، باز ازوتي، اسيد فوسفوريك. سمعني مزيان، المجموع ديال السكر بلس باز ازوتي، المجموع ديال لو سكر واخا، هذا زائد هذا، المجموع ديال هاد الجوج هذا.
sucre plus la base azote. Et qui est-ce que c'est? Qui est-ce que c'est? Nucléoside. Nucléo, c'est nucléoside. Nucléoside. Ou est-ce que c'est? Voilà, sucre plus la base azote. Et le mجموع ديالهم كاملين بثلاثة شنو كيتسمى؟ كيتسمى نيكليوتيد. نيكليوتيد صافي. نيكليوسيد، نيكليوزيد هو السكر بلس لاباز ازوتي، وبثلاثة يعني نيكليوزيد بلس لاسيد فوسفوري كيتسمى نيكليوتيد صافي. هذه هي لا كومبوزيسيون شيميك دابا ديال الادين. دابا غنشوفوا لا ستركتور دو الادين. غنشوفوا اشنو دابا لا ستركتور، لا ستركتور دو الادين. On voit d'abord la structure de l'ADN. Ça fait l'idée, la structure de l'ADN. L'ADN, je vais vous dire, je vais vous dire. L'ADN, je vais vous dire, je vais vous dire, ça va l'ADN. Donc, ça va l'ADN. Je vais vous dire, une double hélice. Là où les bains, je vais vous dire, l'ADN est composé, une double une double عقلها مزيان اليس une double hélice واخا وليدات ها هي لا دوبل اليس. زيد مناش مكون اخر شنو باش كيتميز اخر هاد الدوبل اليس كي دايره اونتي سونس اونتي سونس بلا بلاش نزيدك معلومه اخرى une double hélice واخا avec avec une succession متتاليه une succession ou la succession des nucléotides une succession des nucléotides mais c'est quoi l'ADN une succession de nucléotides c'est-à-dire nucléotides chabou nucléotides chabou nucléotides chabou nucléotides etc vous allez dire ça c'est quoi l'ADN et là il y a autre chose A هنا غادي تكون T هنا S هنا A هنا يا C هنا يا G هنا يا G هنا يا C هنا يا G هنا يا T A etc. تبع معايا مزيان الوليدات. Donc une double hélice avec une succession de nucléotides. Nucléotide هو السكر plus la base plus l'acide phosphorique غيبقى غادي وكيتعاود. غيبقى غادي وكيتعاود الوليدات. Donc l'ADN est composé d'une double hélice avec une succession de nucléotides des ou les des nucléotides. واخا شنو اخر باش كيتميز انه اونتي سونس اونتي اونتي سونس مضاد توازي او لا اونتي باراليل اونتي باراليل باراليل واخا الوليدات اونتي باراليل صافي هذا هو لادين الوليدات هادشي اللي خاصك تعرف على لادين صافي اونتي سونس شنو كتعني سي كو هنا عنده واحد 5 بريم دابا نشرح لكم ديالاش 5 بريم وفي الاخر ديالو غتكون 3 بريم هنا وهنا غتكون 5 بريم العكس هنا غتكون دونك نطلع شويه نحيد هذا دونك هنايا 3 بريم وهنايا 5 بريم وهنايا 3 بريم هذه هي اونتي سونس هذه هي اونتي سونس منين جات هذه القضيه هذه هذا غير الرقم ديال الكربون ديال ديزوكسي ريبوز ملي كيكون بحال هكا حيت لادين شيميكمون لادين داير بحال هكا تبع معايا مزيان دونك شيميكمون لادين راه داير بحال هكا دونك داير بحال هكا هذا هو ديزوكسي ريبوز واحد السكر كيكون داير بحال هكا وهنا كيكون عندي ديزوكسي ريبوز اخر ايتترا هاد ديزوكسي ريبوز مالو كيكون هاز معاه اون باس ازوتي كيكون هاز معاه اون باس ازوتي ها لا باس ازوتي مثلا هنا ا هنا مثلا سي واخا تبع معايا مزيان شنو كيكون عندي اخر هاد ديزوكسيريبوز فيه كربون الاول ها هو الكربون الثاني الثالث الرابع وفيه الكربون الخامس هنا واخا ها هو الكربون الخامس غنديرو بهذا اللون هذا باش يبان ديك 5 بريم هذيك 5 بريم غير الرقم ديال الكربون اللي ليبر ما داخلش في الليازون صافي ما كنبغيش نتعمق معكم بحال ولكن غير باش نشرح لكم بارفو كتبقاو تسولوا عليها بزاف شنو هي استاذ شنو هي دونك 1 2 3 ها هي 3 هنا 3 هنا بقات ليبر ما داخلاش في الليازون alors que 3 اللي هنا والخمسة اللي هنا داخلين في الليازون شكون اللي داخل فيهم في الليازون هو داك لاسيد فوسفوريك داير بحال السلسله هو اللي كيبقى يجمعهم شي 3 هنا الكربون نيميرو 3 داخل في الليازون ونيميرو 5 داخل في الليازون دونك فاش غنبقى غادي هنا في الاخر غنلقى 3 بريم وفي الجهه الاخرى غنلقى العكس ها هو نيكليوتيد هنايا واخا شنو غيكون هنا غيكون تي هنا شنو غيكون هنا غيكون جي
بين السيوجي كيكونوا ثلاثة لي ليازون وبين الأوتي كيكونوا غير دو ليازون صافي. وعاوتاني هنا في هذه الجهة غنلقى العكس، غيكون عندي ثلاثة بريم هنا وهنا خمسة بريم صافي. دونك بين الأ والتي كيكونوا عندي دو ليازون هيدروجين، وبين السي والجي كيكونوا عندي تخوا ليازون هيدروجين صافي. الوليدات عقلوا عليها مزيان، كتسمى لا ريغل دو شارل غراف، هي لا كومبليمونتاريتي ديال لي باز ازوتي، او تي و سي كتكون مع الجي صافي. كوا دوت خاصكم تعرفوا ان لا دي ان هي كما درت لكم قبيله بحالك، دونك دو بران واحد مثلا 5 بريم 3 بريم، الاخر غيكون 3 بريم 5 بريم صافي. هادشي اللي تعقلوا عليه وحنا سالينا لا دي ان. دابا علاش غنمشيو؟ غنمشيو لو سيكل سيلولير على الوليدات، غنمشيو السيكل سيلولير. تبع معايا مزيان باش بالزربه، يلا سكرين 1 2 3 4 5 امسح يلا. انفيتيو صحابكم الوليدات، انتوما انفيتيو صحابكم خلي الناس تستافد. ترى انا عارف لي بيوف، عارفهم مزيان، عارفهم مكرفصين والله، حتى عارفهم مكرفصين، سينو ما نخصش ليهم الانستغرام بوحدهم. اي بورتون كاينين صحاب العربيه كثر، كون بغيت زعما الكونط وهذا والله تنخدم مع صحاب العربيه هما اللي كشهر. مي انا كاين مشكل ديال لي بيوف، انا مكونسونطري مع لي بيوف. اي بورتون انا ماشي قاديش حيت كندير لافاك وكذا، وكن حيت كنخدم مع صحاب لافاك. لا عندي نيفو في العربيه مزيان، كنخدم العربيه مزيان، كنشرح فيها من داكشي. مي لي بيوف هما الاولين بويسكو راه عندهم مشكل، ما كاينش اللي كيشرح ليهم، ما كاينش لي بيوف اللي كيشرح ليهم. وانا جو سي بيان علاش ما كيشرحوش لي بيوف، انا عارف علاش. لو سيكل سيلولير على الوليدات، لو سيكل سيلولير تبع معايا مزيان. دورة الحياة ديال الخلية هو لو سيكل سيلولير، ما يسمى بالعربية بالدورة الخلوية. تبع معايا مزيان، حنا غنرسمو هاد لو سيكل سيلولير وغنشرحو ليكم من داكشي، عطي منو داكشي اللي مهم. ها هو لو سيكل سيلولير على الوليدات. نتوما راه ساهل هاد السيكل سيلولير، مابقاوش تمرضو مع راسكم والله الا ساهل بالله. تبع معايا مزيان، تبع معايا، تبع ها لو سيكل سيلولير. دونك هنا غنديرو لا كونتيتي ديال الادين، تبع معايا مزيان. هنا غنشوفو لا كونتيتي دادين، ها هي la quantité d'ILH, dit l'ADN, la quantité de l'ADN en fonction du temps. Ça fait la quantité d'ADN en fonction du temps. Et là, on a dit Q, on dit que c'est Q, on a dit Q, on a dit double d'ILH, 2Q. On a 2Q. Tu peux me dire. Donc, là, qu'est-ce qu'on a dit le chimie de l'ADN normal, Q, عادية. تبع معايا مزيان في لافاز جي ان، حيت لو سيكل سيلولير مكون من اش، ها هو غنديرو هنا اول حاجة. دونك هيا غنبداو بجي ان وكدور، هداك الشيء علاش سميناه سيكل. لافاز اس ومن موراها كتجي لافاز جي دو، كتجي لافاز جي دو، ومن مورا لافاز جي دو كتكون لافاز ام وهي الصغيرة. هذا هو لو سيكل سيلولير، واخا فيه جي ان اس جي دو ثم ام. هذا هو لو سيكل سيلولير على الوليدات، سمينا سيكل حيت ديما كيدور بحالك. دابا غنشوفوه راه داخل فيه حتى لي سيونس مات، راه بي سي اس في تي و سيونس مات ا صافي. دونك شنو كنقولو هنايا؟ جي ان من مورا جي ان كتكون عندي لافاز، كتكون عندي لافاز اس، واخا من مورا لافاز اس انا غنرسمو غنشرح ليكم. مورا لافاز اس كتكون عندي لافاز جي دو، واخا ومن مورا لافاز جي دو كتكون عندي لافاز ام، واخا كتكون عندي لافاز ام، واخا. تبع معايا مزيان. دابا غنقسموهم. دونك ها هي جي ان، ها هي جي ان، هي هادي، هادي جي دو، هادي اس، هادي جي دو، وهادي لا فاز ام. ومن موراها عاوتاني غتنطلق سيكل اخر، غيبدا جي ان اخرى اتسيتيرا وانت غادي. دونك حنا اللي كيهمنا هو هاد البلاصه هنايا. تبع معايا مزيان، في جي ان شنو كيكون عندك؟ كتكون عندي الكميه ديال الاي دي ان نورمال صافي، كتكون الكميه ديال الاي دي ان نورمال، وكتبدا غادا وكتطلع حتى كتوصل لدو كي. دونك شنو كيطرا؟ كيطرا ليها فوتوكوبي دوبليكاسيون دو الاي دي ان. لا فاز جي ان شنو هي؟ لا فاز جي ان سي اون فاز ديال لا كرواسونس سيلولير. Il correspond à la croissance de la cellule. Croissance cellulaire. La cellule, qu'est-ce que c'est? Croissance. C'est G1. G, l'anglais, il y a growth.
جي هي شنو هي جو بونس راه بحال هكا جروث هي الديفلوبمون هي لا كرواسونس النمو الخليه كتكبر اون انجلي هذاك الشيء منين جات جي دونك لا سيلول كتكون صغيره واخا شنو كيطرى ليها في الاخر جي ان كتكبر لا سيلول صافي كتكبر السيتوبلازم ديالها في الاس شنو كيطرى ليها تبع معايا مزيان دونك غتبقى كبيره ولكن داك لا دي ان غدير ليه فوتوكوبي غيولي جوج دونك شنو هي هذه سي لا فاز ديال اش كنسميوها لا فاز دو دوبليكاسيون ولا لا ريبليكاسيون دوبليكاسيون دوبليكاسيون واخا سوا كنسميوها دوبليكاسيون وباش معروفه اكثر معروفه بهاش لا ريبليكاسيون حنا غنشوفوها من بعد لا ريبليكاسيون جي 2 ما مهمش بزاف ما دوك في النيفو ديالكم ما غتدرسوهاش بزاف دونك ما كايناش شي فارياسيون غير لا سيلول كتبريباري راسها للميتوز صافي وفي لا فاز هادي سي لا فاز ام لا فاز ام لا سيلول غتقسم على جوج هادي في الاخر غادي تقسم على جوج دونك غتعطيني دو سيلول اوليو عندي دو سيلول صافي في الاخر ديال الام تبع معايا مزيان تبع معايا مزيان الله يرضي عليك دابا المجموع ديال هادي المجموع ديال هاد لا فاز هادي جي 2 و اس و جي 1 من هنا حتى لهنا شنو كنسميهم هادو كنسميهم لانترفاز هاد لانترفاز لانترفاز هو المجموع ديال جي 1 اس و جي 2 هادي هي لانترفاز وكيبقى ليا هادي هاد لا فاز هادي هاد لا فاز سي لا فاز ديال اش هادي لا ديفيزيون سيلولير لا ديفيزيون سيلولير الانقسام الخلاوي لا ديفيزيون سيلولير شنو كتعني هذيك ام منين جات ام منين جات ام جات من ميتوز وغندرسو لا ميتوز ابري صافي غندرسو لا ميتوز صافي الوليدات عفاكم غن اكتيفي لي كومونتير قولوا لي بالزربه بالزربه شحال وصلنا ديال الوقت باش نعرف شحال باقي باش سوا نزرب سوا هذا دونك هنايا غنشوفوا اشنو اخر غنزيدكم حاجه واحده في هذا السيكل سيلولار باش يكمل بقى خاصنا اشنو حاجه واحده هو كي كيكونوا لي كروموزوم او كور ديال السيكل سيلولار ومن بعد غنشرح لكم كروموزوم كروموزوم هو هذا هذا هو الكروموزوم شو هذا هو الكروموزوم مكون من واحد سونترومير هذا سميتو سونترومير سونترومير واخا الوليدات سونترومير هذا كامل كروموزوم النص ديالو هذا النص ديالو هذا اللي هنا سميتو هذا كيتسمى كروماتيد كروماتيد وهاد النص الاخر حتى هو سميتو كروماتيد دونك الكروموزوم مكون من اش من دو كروماتيد هذا وهذا واخا دو كروماتيد صافي وليدات كروماتيد زائد كروماتيد وجمعهم سونترومير صافي دونك هنا في جي 1 كيكون عندي الماتيريال جينيتيك او لانفورماسيون جينيتيك لانفورماسيون جينيتيك شكون دايره بحال تبع معايا مزيان انا غنديرها بالغوج بالاحمر او غنديرها بالزرق غنديرها بالزرق بهذا دونك لانفورماسيون جينيتيك كتكون عندي دايره بحال نيكليو فيلامو خيط هنا كيبانو باش كنعرف الاس كيكونوا عندي واحد لي زيو ديال الترانسكريبسيون واخا كيكونوا عندي دي زيو واخا هما سميتهم ديال ريبليكاسيون ولكن في الكادر دو ريفيرونس عندكم سميتهم ديال الترانسكريبسيون ما واحد العيون كيكونوا فيهم كيكون داير بحال هكا لا دي في المرحله جي 2 في جي 2 كي كيكون عندي كيبدا يوليو يديروا بحال هكا كيبدا يبان كروموزوم واخا طويل بزاف في الام كيكون بحال هكا سو دو فورم سوا بحال هكا كروموزوم بين كوندونسي ديال الميتافاز هذا كروموزوم ميتافازيك سوا في الانافاز كيكونوا على شكل كروماتيد دايرين بحال هكا صافي هذا كروموزوم ديال الميتافاز وهذا كروماتيد ديال الانافاز دونك دير واحد السكرين ديال السيكل سيلولار الله يسر عليكم خذوا واحد السكرين راه هذا هو السيكل سيلولار دونك سوا كيكون نيكليو فيلامون خيط عادي في الاس كيكونوا هاد لي زيو ديال الترانسكريبسيون في الجي 2 كيبدا يبان الكروموزوم طويل بزاف في الام كيكون عندي كروموزوم ديال الميتافاز هادي في الميتافاز كيكون داير بحال هكا بيان كوندونسي وفي الانافاز كيكون عندي كروماتيد في الانافاز صافي الوليدات يلا غادي نمحي بالزربه باقي لينا انا غنكتيفي لي كومونتير بين ما مسحتش اكتيفي لي كومونتير قولوا لي شحال وصلنا ديال الوقت يا ربي ما نكونوش فتنا 45 دقيقه دونك شحال وصلنا قولوا لي سربي قولوا لي شحال وصلنا يلا باش نحيد لي كومونتير الوليدات تتن تن تن ان بارتيسيبي ا فوتر تتن وقولوا لي 33 مينوت برافو مزيان انا غنحيد لي كومونتير
Désolé, on hide les commentaires. Yalla, ça fait screen et show. Yalla, on passe. On passe à l'oubliette. Yalla, tu peux m'aider, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux. Tu peux à l'oubliette, tu peux. Yalla, l'oubliette. D'abord, je me rends chauffe au glycom, on chauffe la mitose. On chauffe la mitose. On va chercher. On chauffe au genou. نشوفو لا ميتوز. شنو هي لا ميتوز؟ لا ميتوز هي اشنو؟ هي لا ديفيزيون سيلولير. لا ديفيزيون انقسام ديال الخلايا، لا ديفيزيون سيلولير. ويلا شفنا دابا فين كاينه، فين كاينه الوليدات او كور دو سيكل سيلولير؟ كتكون في لا فاز ام. فين كتكون لا ميتوز؟ انا غنديرو على شكل عاوتاني لامات، دونك غنديرو غير انجيمات ونشرحوها حتى هي، حتى نحيدوها غير انجيمات. دونك فين كتكون؟ كتكون لا فاز، كتكون في لا فاز ام. لا ميتوز فين كتكون؟ في لا فاز ام دو سيكل سيلولير. دو سيكل سيلولير. زيد شي معلومه اخرى على الميتوز. او كور دو لا ميتوز، عقل عليها مزيان، اون سيلول مير سو ديفيز اون دو سيلول في، واخا اللي عندهم عندهم لا ميم انفورماسيون جينيتيك. بلوس كو سا، كتكون هادي لا سيلول مير كتكون عندها دو زين، لي سيلول في حتى هما كيكون عندهم دو زين دو زين. سي تادير شنو هي دو زين؟ هادي كنسميوها لا ديبلويدي، كتسمى لا ديبلويدي. سي تادير اون سيلول ديبلويد. دونك اش غنقولوا على الميتوز؟ شنو كدير ليا؟ كدير ليا il conserve، كتحافظ il conserve جوج الحوايج، لانفورماسيون جينيتيك، لانفورماسيون جينيتيك كتحافظ عليها. علاش؟ حيت هاد لانفورماسيون جينيتيك اللي كانت هنا هادي بحالها فوتوكوبي ديالها هادي وهادي. لانفورماسيون جينيتيك il conserve لانفورماسيون جينيتيك، واخا اي كوا دوطخ il conserve aussi conserve la diploïdie. دونك كتبوها conserve conserve la diploïdie la diploïdie. C'est-à-dire que tu as deux zènes. Ça fait. Zid, est-ce que nous avons 46 chromosomes, il y a 46 chromosomes, il y a 46 chromosomes. Ça fait. Est-ce que nous avons l'autre? Est-ce que le but d'yala? Le but d'yala, on dit le but ouahed, le ma'rof, le hadaf d'yala, ou la multiplication cellulaire. La multiplication, la multiplication, tchakachor d'il khalaya. La multiplication cellulaire. التكاثر ديال الخلايا صافي. يلا دونك هذه هي الميتوز، وكتكون من ربعه ديال لي فاز، كتكون من ربعه ديال لي فاز، 4 ديال لي فاز فيها كتكون منها. باش غتعقلوا عليها مزيان انا غنعطيهم لكم هنا. عقلوا غير على بروف، بروف دو مات، بروف دو مات. بي بور بروفاز هي الاولى كتكون لا بروفاز صافي. ام بور ميتافاز، ميتافاز. ا بور انافاز. واش بقى لينا؟ تي بور تيلوفاز، تيلوفاز. صافي الوليدات، هادشي اللي عندكم. هادي هي الميتوز، الملخص ديال الميتوز. خذوا لي سكرين. دونك سيلول كتنقسم جوج ديال الخلايا في عندهم الميم ماتيريال جينيتيك كلا سيلول مير بحال بحال. دونك وكتحافظ على الديبلويدي، هادي كانت دو زين، هادو كيبقاو دو زين، واخا. شنو اخر؟ وكتليق لياش الهدف ديالها هو لا ميتيبليكاسيون سيلولير، يعني شي هذاك فاش كيطرى الاخصاب مثلا، كيطرى لا فيكونداسيون اونتر الغاميت مال وفيميل، ديك الخليه اللي كتصايب ليا الزيغوت اللي كنسميوها خاصو يكبر باش يولي جنين، باش يولي اومبريون، خاصو الخلايا يتكاثروا. هي لا ميتيبليكاسيون سيلولير. فاش كتجرح وكتبغي تعوض البشره ديالك تعاود تصايب، خاصها يطرى ليا الميتوز باش يطرى ليا الميتيبليكاسيون دي سيلول. صافي. دونك يلا غنشوفوا دابا هاد ربعه لي فاز اشنو فيهم، باش غتبقى لنا غير الريبليكاسيون الوليدات. يلا يلا بالزربه باش نساليو لانفورماسيون جينيتيك، تبقى لنا غير ليكسبرسيون ديالها. ليكسبرسيون ديالها راه سويهله بزاف، ساهله. يلا 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 بالزربه. دونك غنبداو اول حاجه، دونك غنرسم بهاد واحد ستيلو اخر رقيق شويه باش يبقى ليا ليسباس. سبب معايا مزيان وحل معايا وديناتك. دونك غنشوفو اول حاجه هي اشنو؟ غنشوفو لا بروفاز.
un chauffe-eau, la prophase. J'espère bien que Hachi Kuniben, Hachrasni, chouette l'espace. Donc la prophase. Donc Rakiben, Haukek. Donc la prophase ressemble à la cellule Naya, tu peux m'aimer bien. Aïe la cellule. L'équipe n'a pas la cellule, chaque fois qu'il fait ce que tu comptes. Donc la cellule, un noyau d'yela. Chauffe, mais un noyau mzien, Hachnouk et Rali. Donc un noyau qui dit l'échelle. Donc quand tu vois l'oula, ou l'haja, Hachnouk et Rali. Disparition, disparition, qui est disparition, du noyau, ou là, de la membrane nucléaire. De la membrane nucléaire. Nucléaire. La membrane nucléaire de chi. Ça fait le leader. Ah, il y a. On a ressemblé à. Tiens, haja. داك النيوكليول اللي كان كيكون عندي هنا النيوكليول حتى هو كيمشي غنكتبو مع هادي ديسباريسيون دو لا مومبران نيوكليير اي دو نيوكليول حتى النيوكليول كيمشي زيد جوج حوايج كيمشي اشنو اخر كيطرى عندي انه عندي واحد اللعيبه هنا كتكون سميتها سونترومير سونترومير كيكون هنايا اشنو كيطرى ليه كيطرى ليه ديفيزيون ديفيزيون واخا لا ماشي سنتروميغ سنتروزوم عفوا سنتروزوم ديفيزيون دو سنتروزوم اتونسيون عندكم تخلطوا بين سنتروزوم سنتروزوم و سنتروميغ سنتروميغ فين شفناه سنتروميغ شفناه في الكروموزوم سنتروزوم هو كاين في السيتوبلازم يلا غندويو عليه دابا صافي دونك سنتروزوم شنو كيطرى ليه ديفيزيون ديفيزيون دو سنتروزوم et formation et début de formation fash kinqasem kibda chnou ytsaybli et début de formation ديال شنو اللي غيبدا يتصايب دي فيسو حنا رسمهم دي فيسو او الفيسو اكروماتيك اكروماتيك او لي دو ديفيزيون صافي دونك هو هذا ها هو سنتروزون كان واحد غيتقسم ليا على جوج غيتقسم ليا على جوج الوليدات واخا وغيبدا فيه غيبدا يتكون ليا اشنو غيبدا يتكون ليا الفيسو اكروماتيك ها هو غنديرو بالاحمر اون روج صافي غناخد اون سيلول فيها دو زين ايت ايغال ا 4 غناخد سيلول فيها دو زين ايت ايغال ا 4 دونك غناخد 4 كروموزوم صافي الوليدات ها هما غنديرهم هنايا تبع معايا مزيان دونك انا غندير لي كروموزوم دونك غنديرهم بالزرق دونك ها واحد ها جوج ها ثلاثة ها أربعة صافي أربعة لي كروموزوم تبع معايا مزيان غنمشي دابا لياش غنمشي تاني فاز لي كطرا شنو هي هي لا ميتا فاز غنمشي لا ميتا 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 فاز ميتا فاز واخا دونك ان لا بروفاز de la métaphase. Est-ce nous qui est la métaphase de l'oïdes? Dans la métaphase, on a rassemblé la cellule, tu peux me dire bien, ha la cellule. Ok? Est-ce nous qui est la c'est que dès que la membrane nucléaire, pas ici qu'on chauffe, ou en a ou d'ac, had had centrosome l'inquasim, qui est un quoi, qui est un deux astères, le qui pchi ou n'aya. Est-ce nous hado? À quel mzien? Est-ce nous hado? On a qu'chibou mena. Hado c'est un astère. وهذا الموديل اللي كنشوفو فيه دابا سي ان موديل دون سيلول انيمال خدينا دابا اون سيلول انيمال هو اللي كنشوفو فيها النموذج ديال الانقسام كنشوفو في سيلول انيمال هو الموديل اللي خدامين عليه من بعد غنقول لكم لي بتيت ديفيرونس اللي كاينين دونك لي دو زاستير دونك شنو عندي اخر تبع معايا مزيان هاد لي زاستير هادو هما اللي تكونوا ليا منهم اشنو الفيسو اكروماتيك وتبع معايا دابا مزيان الله يرضي عليك تبع معايا وحل معايا وديناتك دونك هادو هما لي فيسو اكروماتيك شو ليا لي كروموزوم اشنو كيطرى ليهم دابا لي كروموزوم كيجيو لا لين ايكواتوريال كيجيو الوسط ديال لا سيلول لا لين ايكواتوريال كيجيو كيوقفوا ليا هنا تبع معايا مزيان كي غيديروا دونك ها هو كروموزوم ها هو كروموزوم صافي عمل الكروموزوم كيجيو الوسط ديال لا سيلول او نيفو دو لا لين ايكواتوريال وكيوقفوا دونك هادشي اللي عندي
شنو غادي نقولوا ليهم؟ شنو غادي نقولوا ليهم؟ بيان سور كيكونوا عندي واحد لي فيبر بولير، ما بغيتش نقولوا ليكم باش ماشي شي حاجه مهمه، كيكونوا واحد لي فيبر بولير هنايا ماشي شي حاجه مهمه بزاف، دونك عندكم ما ديروا بيهم. دونك شبه معايا مزيان، اش غنقولوا ليهم؟ اشنو طرا ليا دابا حاجه مهمه الاولى شنو هي؟ سي كو ديسبوزيسيون دي كروموزوم فين مشاو ديبوزاو، فين مشاو وقفوا؟ ديسبوزيسيون دي كروموزوم او نيفو، فين مشاو وقفوا؟ او نيفو اش قلت لكم؟ دو لا ليني، في خط الاستواء، دو لا ليني ايكواتوريال، دو لا لين ايكواتوريال، في خط الاستواء الخليه ديال لا سيلول، مشاو لي هنا ووقفوا. ديسبوزيسيون دي كروموزوم او نيفو دو لا لين ايكواتوريال. شنو اخر عندي؟ شنو عندي اخر الوليدات؟ شنو عندي اخر نقدر نقول هنايا؟ يلا قولوا لي. سي كو تيرمينيزون دو لا فورماسيون ديال الفيسو اكروماتيك. دونك هذا الشيء ما عندنا ما نديرو به. دونك اهم حاجه في الميتافاز هي هذه، اهم حاجه تذكرها لي انا في الميتافاز هي هذه. صافي الوليدات، اهم حاجه في الميتافاز هي هذه، ما كاينش شي حاجه اهم من هذه في الميتافاز. صافي دونك ما غنزيدكمش شي حاجه اخرى من غير هذه في الميتافاز. دونك بارك عليكم. شنو اخر نقول لكم في الميتافاز؟ دونك شنو كنسميوها هذه؟ هذه كنسميوها لا بلاك ايكواتوريال، كنسميوها لا بلاك ايكواتوريال. شنو لا بلاك ايكواتوريال؟ هما هاد لي كروموزوم اللي مصافين في الوسط ديال لا سيلول، في ليكواتور ديال لا سيلول. وتبع معايا مزيان دابا، اش غنشوفو دابا؟ بقينا لي سباس لتحت نديرو فيها لانافاز ولا نديروها هنا؟ دونك غنقسم هذه هنا بحال هكا. دونك هنا شنو غندير؟ هنايا ثوازيام ايتاب انافاز، نحاول نزرب شويه باش يبقى لي الوقت فين ندير الريبليكاسيون. لانافاز، دونك هاي لانافاز، ما فيهاش شي حاجه اللي مهمه بزاف لانافاز. دونك ها هما لي دو زاستير، وحده هنا وحده هنا. شنو غيطرى ليا؟ تبع معايا مزيان، هنا عندي اشنو؟ دونك نديرهم بهذا الاحمر هذا الحفر. تبع معايا مزيان، دونك ها هما لي فيسو اكروماتيك، الفيسو ديال ديفيزيون. شنو طرا ليهم؟ كونتراكسيون. شوف فين تجروا، شيهم تجروا الفوق، كل وحده تجرات الفوق، ولا تجروا اشنو غيجروا معاهم؟ غيجروا معاهم ديك لي كروموزوم، وبالضبط غيجروا كل وحده غتجر نص ديال الكروموزوم، كل وحده غتجر نص ديال الكروموزوم. صافي، كل وحده كتجر نص الكروموزوم. دونك اش كيتسماو النص ديال الكروموزوم؟ اشنو سميناه؟ دونك انا غنبين لكم هنا، ها الكروموزوم ياك، ها هو الكروموزوم، ها هو كان بحال هكا، وهنايا السونترومير، وكانوا شادينو اشنو؟ كانوا شادينو هاد الفيسو ديال الديفيزيون، ياك؟ اشنو طرا ليه؟ ها الميتافاز، اشنو طرا ليه في الانافاز؟ سي كو دوك لي فيسو تجرو، دوك الفيسو ديال الديفيزيون كل واحد جر البلاصة، دونك طرات لي كونتراكسيون، وكل واحد جر معاه النص ديال الكروموزوم. هذا اشنو هذا؟ هذا كيتسمى كروماتيد، كروماتيد، وهذا كروماتيد. صافي، نص ديال الكروموزوم. صافي، وهذا هو كروموزوم، هذا في الميتافاز، وهذه لانافاز. صافي، لانافاز. تبع معايا مزيان، دونك نمشيو نكتبوها ليهم. اش غنقولوا ليهم؟ اش غنقولوا ليهم هنايا؟ اش غنكتبوا ليهم في لانافاز؟ ديبوليميريزاسيون، اسمع مزيان، ديبوليميريزاسيون ديال اش؟ ديبوليميريزاسيون. شنو هي ديبوليميريزاسيون؟ هي ان هذا الفيسو، هذا الفيسو ديال الديفيزيون رجع اللور، واخا تجر تقلص، هي ديبوليميريزاسيون. دي ديال اش؟ دي فيسو ميتوتيك، اولا ديال الديفيزيون، عندهم بزاف تسميات ميتوتيك، واخا دي فيسو ميتوتيك. اي ميغراسيون، شنو طرا ليا؟ ميغراسيون، ميغراسيون دي كروماتيد، ميغراسيون دي كروماتيد، او لو كنسميوها سيغريغاسيون دي كروماتيد، ميغراسيون دي كروماتيد دون لي دو بول دو لا سيلول، فين ميغراو؟ دون لي دو بول دو لا سيلول، دون لي دو بول دو لا سيلول، دو لا سيلول. صافي، اش بقى ليا؟ بقى ليا غير
L'anaphase. Quatrièmement, tiens, télophase. L'akhra, la télophase. La télophase, je n'aurai pas lié. Il y a la cellule, on va dire bhal kaya. Tu peux me dire bien, il y a télophase. Je n'aurai pas lié qui dit ou dit ben le noyau. Donc la membrane nucléaire qui dit ou tsaib. Waxa واش كيطرى ليا كيتخنق ليا السيتوبلازم كيتسمى اترونغلومون سيتوبلازميك ودوك داك الماتيريال لانفورماسيون جينيتيك لي كروماتيد كيرجعوا على شكل كروماتين كيوليو ديك كيوليو كروماتين صافي دونك شنو غنكتب في التيلوفاز شنو غنكتب غنكتب بهذا في التيلوفاز شنو طرى ليا اول حاجه مهمه اترونغلومون اختناق اترونغلومون اترونغلومون سيتوبلازميك سيتوبلازميك هو هذا اترونغلومون ديال السيتوبلازم شنو اخر كيطرى ليا رياباريسيون 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 اعاده التشكل غتعاود تبان رياباريسيون عاودت تبان حتى شنو لا مومبران نوكليير رياباريسيون دو نوايو نوايو عاود بان صافي هادشي اللي مهم والماتيريال جينيتيك كيولي سو فورم دو كروماتين دونك هادشي اللي تعرف في التيلوفاز دابا الفرق بين لا سيلول فيجيتال و انيمال في سميتو في الميتوز دونك هذه هي الميتوز دابا الفرق بيناتهم الوليدات شنو الفرق الفرق سيكو جوج الحوايج انا غنكتبهم هنايا انا غنكتبهم هنا جوج الحوايج في الفرق كاين دو ديفيرونس صافي الوليدات جوج 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 ساهلين تبع معايا مزيان باش بلا ما نعاود نرسمو عاوتاني الميتوز عند لا سيلول فيجيتال الفرق الاول ان لا سيلول انيمال انا نكتبهم لكم هنا لا سيلول انيمال هنا لا سيلول وهي اللي حشومه كتب صاحبي كتب بقى لنا والو نساليو لا سيلول انيمال وهنا غندير الفيجيتال اون سيلول انيمال هنا فيجيتال شنو الفرق سي كو لا سيلول انيمال عندها دي زاستير هادو لي زاستير عندها دي زاستير في بلاصتهم شنو كيكون في الفيجيتال كيكونوا عندي دي كالوت بولير كيكونوا عندي دي كالوت بولير كالوت بولير واخا هذه هي بروميير ديفيرونس دوزيام ديفيرونس هي في التيلوفاز كيكون عندي في السيلول انيمال اترونغلومون كيكون عندي اترونغلومون سيتوبلازميك في السيلول فيجيتال كيكون عندي في بلاصتو اشنو فورماسيون دون باروا كتصايب لي واحد الباروا جدار باروا سكوليتيك او لا بيكتو سيليلوزيك سكوليتيك صافي الوليدات هادو هما لي دو ديفيرونس زائد واحد ديفيرونس مهمه ان لا سيلول فيجيتال الشكل ديالها كيكون داير بحال هكا مثلا كيكون عندها واحد لا فورم جيومتريك بيان بريسيز كتكون دايره بحال هكا مثلا باش تعقلوا عليها في الرسم ديالها كتكون دايره بحال هكا مثلا ماشي بحال لا سيلول انيمال شول ما شوهاش دونك هادو هما لي ديفيرونس اللي كاينين صافي الوليدات هذه سيلول فيجيتال عندها واحد لا فورم جيومتريك والفرق في الميتوز بين سيلول انيمال والفيجيتال هو هذا لا سيلول انيمال عندها دي زاستر هادو دي كاروت بولير سيلول انيمال كدير اترونغلومون ديال السيتوبلازم هذه الفيجيتال كدير فورماسيون ديال باروا بيكتو سيلولوزيك او لا باروا سكوليتيك صافي نمحي لا ميتوز بقى لينا دابا اشنو بقى لينا الوليدات غير لا ريبليكاسيون قولوا لي شحال باقي ديال الوقت انا ناكتيفي لي كومونتير قولوا لي شحال باقي ديال الوقت بين ما محيتش هاد الصبوره هذه سكرين بالزربه 1 2 3 4 5 يلا هذا كيمحي حسن قولوا لي شحال باقي ديال الوقت بالزربه ثم قولوا لي شحال باقي ديال الوقت شحال وصلنا دابا شحال وصلنا ما بغيتوش نادي بروف تقول لي شحال باقي ديال الوقت راه باقي ديال الريبليكاسيون ناري 35 بالزربه بقات لنا 7 دقائق الوليدات بالزربه 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 انا نخلي لي كومونتير بالزربه لا ريبليكاسيون الوليدات لا ريبليكاسيون لا ريبليكاسيون لا ريبليكاسيون دو لا دي ان شنو هي لا ريبليكاسيون فين كترى لا ريبليكاسيون بالزربه عليها بعد الهضره كترى في لا فاز اس ديال السيكل سيلولار في لا فاز اس شنو كنديرو فيها كنديرو فيها لا دوبليكاسيون duplication de l'ADN duplication de l'ADN
كنديروا فوتوكوبي ديال لادين دوبليكاسيون دو لادين صافي تبع معايا مزيان كيفاش كنديروا الفوتوكوبي ديال لادين تبع معايا تبع 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 دونك انا غندير لكم ها هو لادين دونك نبدا من هنا فوالا طق دونك هنايا غيكون عندي لادين تبع معايا مزيان تبع 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 غادي تفهم 7 دقائق لا ريبليكاسيون ولا ميم با 5 دقائق دونك هنا شنو عندي هنا هذا هو لادين واخا غنحاولوا نغيبليكيو نديرو ليه فوتوكوبي كيفاش غيطرى مثلا نحط لي باز ا تي سي جي سي ا ا سي تي مثلا هنا عندي مثلا تي ا غيكون الكومبليمونتاريتي سي غتكون هنا جي جي هنا غتكون سي جي تي تي جي ا مثلا واخا دونك شنو عندي هنايا هاد لادين اللي بغيت ندير ليه فوتوكوبي اول حاجه كيكون عندي لادين داير بحال هكا الا بغيت نصايب على هذا ونصايب على هذا خاصني نحل لادين خاصني نحل لادين خاصني نديغولي ندير لي اوفرتور صافي شكون اللي كيدير لي هاد الخدمه شكون اللي كيدير لوفرتور د لادين هو واحد لونزيم انا غنديره هنايا واحد لونزيم واحد لونزيم سميتها اليكاز اليكاز اشنو كدير هاد اليكاز اليكاز كدير اوفرتور اوفرتور ديال اش دو لا دوبل اليس اوفرتور دو لا دوبل اليس بيان سور بغيتي دير فوتوكوبي لهاد الخيط هذا وبغيتي دير ديال هاد الخيط هذا خاصك ضروري تفتحو عاد باش بحال شي كتاب بغيتي دير فوتوكوبي من الداخل خاصك تحلو وتجبد هادي سي سا لا ميم شوز لي ليكاز كدير اوفرتور دو لا دوبل اليس واخا كومون كدير غيبتور ديال لا ليزون هيدروجين هاد لا ليزون هيدروجين اللي هنا كتقطعها شنو عندي اخر الوليدات عندي واحد لونزيم من بعد ملي كيتفتح كيجي واحد لونزيم سميتو اشنو غندير لك بالخضر واحد لونزيم ها هو تبارك الله الخضر كي كيكتب سميتو ا دي ان هاد لونزيم كتبته بالخضر حيت مهم سميتو ا دي ان بوليميراز بوليميراز مهم هاد لونزيم هذا اش كيدير هاد لا دي ان بوليميراز هو اللي كيبدا يصايب ليا هاد البغان الجديد هو اللي كيبدا يصايب ليا هاد البغان الجديد هذا كيدير ليا فوتوكوبي على هذا الشيء ولكن تبع معايا مزيان هاد البغان هذا اللي كان عندي مالو عنده من 5 بريم ل 3 بريم اللي عنده من 5 بريم 3 بريم لادين بوليميراز كتجي تبلاصه هنا وكتبدا غادا خدامه في هذا الاتجاه هذا تبع معايا مزيان كتبدا غادا خدامه في هذا الاتجاه الوليدات واخا كتبدا تصايب من 5 بريم غادا فيغ 3 بريم صافي وفي هذا الاتجاه هذا شنو عندي هنا البولاريتي عندي 3 بريم وهنا عندي اشنو عندي 5 بريم هنا لادين بوليميراز كتجي الجهه الاخرى وتخدم حيت هي اسونس اونيك خاصها ديما تجي الجهه اللي فيها 3 بريم ها هي 3 بريم هنا خاصها تجي لهاد الجهه دونك غتجي حتى فين تفتح لا دين حتى لهنا وغتوقف وغتبدا تصايب ليا في البغان الجديد غادا تصايب ليا في البغان الجديد بحال هكا في هذا الاتجاه واخا اشنو المشكله سي كيف فاش غيعاود يتحل لا دين اشنو غيطرى هادي غتكمل لا مارش ديالها غتبقى غاده واخا هادي غتكمل الوغ كو هادي شنو غدير فاش غتزيد لي ليكاس تفتح ليها هنا شنو غادي دير غادي ترجع هنا وتبلاصه وعاوتاني عاد باش تصيف هاد الاتجاه كنت تما غادا بالعكس دونك كنت تما غادا بالعكس الوليدات جيسبر تكونوا فهمتوني مابقاش الوقت كليت كنزرب واخا دونك كنت تما غادا بالعكس دونك هيا لادين تفتح ليا هنا شنو كيطرى ها هو لادين ياك ها هو لادين كان مفتوح غير حد هنايا ولادين بوليميراز غادي نيشان هذه المشكله ديالك كتخدم بحالك الا تزاد تفتح لادين غترجع لهنا وعاود تصايب بحال هكايا ايتسيتيرا دونك هنا شنو كتسمى لا بوليميريزاسيون كي غاده هنايا لا بوليميريزاسيون في هذا الاتجاه الفوق من 5 بريم 3 من في هذا البغان هذا اش كتسمى هنا كتكون بوليميريزاسيون كتسمى كونتينو لا بوليميريزاسيون كونتينو واخا وهنايا كتكون غادا وكترجع للور كتسمى بوليميريزاسيون ديسكونتينو بوليميريزاسيون ديسكونتينو صافي وشنو الدور ديال لادين بوليميراز هو اللي كيدير الفوتوكوبي دونك اش كنسميو كيدير ليا البوليميريزاسيون ديال النيكليوتيد كيدير ليا بوليميريزاسيون بوليميريزاسيون ديال النيكليوتيد معلومه اخيره على لا ريبليكاسيون لا ريبليكاسيون كدير سولون ان مود او لا ان موديل سيمي كونسيرفاتيف سيمي كونسيرفاتيف
علاش؟ حيتاش انطلاقا من دو بغان اللي قدام كنصايبو دو بغان جداد، واخا انا غنديرهم بالخضر، كنصايبو على هذا واحد وهذا كنصايبو عليه واحد، دونك ماشي صايبناهم بجوج بالكحل، ماشي بحال بحال، جوج جداد وجوج قدام، دونك صايبنا غير النص اللي احتفظنا به سومي كونسيرفاتيف. صافي، هادشي اللي كاين الويداج، هادشي اللي كاين، ونكونوا سالينا الحمد لله. بقات لينا واحد 57 ثانيه رقم قياسي ساليت فيه داكشي، انا ساليت داكشي، سكريني والله يرضي عليكم. او بغيت نشوف لي كومونتير ديالكم، ما بقى لي ما نحيد دابا. برافو عليكم الوليدات، تبعتوا معايا ما عليكمش، دابا تشيو تنعسوا على خاطركم، هانتوما حيدتوا عليكم لافورماسيون جينيتيك، وديجا غنخليها في غنخليه في سميتو، غنخلي اللايف في لي جي تي في كيما ديما. برافو عليكم الوليدات. فوالا، هذا بغان اونسيان بغان جديد، هادو هذا هو البغان اونسيان، هذا الكحل وهذا الكحل، وهذا نوفو، هذا نوفو. صافي، او لنيو سانتيشيزي، هذا بغان قديم وهذا قديم وهادو جداد. صافي، يا الله يعاونكم، او الله الا سهله، ما سخيتش بكم والله، ما سخيتش بكم بالله. باي باي.